بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من كان مصر 2019. متابعة المباريات الإفريقية كأس الأمم كان مصر 2019 وبدء مباريات دور الـ16، بدء المفاجآت، بداية البطولة بشكل مختلف عن البطولة التي بدأت في الأدوار التمهيدية. بطولة إفريقيا للأمم بدأت ب 24 منتخب، لكن يبدو أن خلال الفترة القادمة بداية من دور الـ16 يبدو أن المفاجآت ستبدأ بشكل كبير جدا. صحيح حتى لو فاز منتخب كبير على منتخب أقل في المستوى، لكن حتى الفوز جاء بشق الأنفس. ده ينطبق النهاردة على عنوان لأهم مباراتين بدأوا النهاردة في مباريات دور الـ16. بدأت به خسارة المنتخب المغربي في مفاجأة من العيار الثقيل أمام منتخب بنين، السناجب البنينية، مفاجأة كانت كبيرة جدا، وخسارة أسود الأطلس، رغم أن المغرب خلال الفترة الأخيرة وبعد أدائها في دوري المجموعات كانت المرشح الأبرز والأقوى للوصول على الأقل إلى مرحلة الدور نصف النهائي السيمي فاينال. لكن فلسفة المدرب الفرنسي لمنتخب بنين مارشيل دوسايه كانت هي لها الغلبة الأكبر ولها الدور الأبرز في تأهل منتخب بنين على حساب المنتخب المغربي تحت قيادة فرنسية أيضا لهيرفي رونار، الذي خرج اليوم صفر اليدين بعد خسارة في دور الـ16 وخروج أيضا في البطولة الماضية أمام منتخب مصر في دور ربع النهائي. منذ قليل أيضا فاز منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني على منتخب أوغندا بهدف مقابل لا شيء. كما ذكرت فوز للكبار ولكن جاء بشق الأنفس. فازت السنغال بهدف مقابل لا شيء، هدف أحرزه ساديو ماني، ولكنه أخطأ في إحراز هدف آخر وأضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني، وبالتالي فوز باهت للمنتخب السنغالي ليواجه المنتخب البنيني في أولى مباريات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية كان مصر 2019. عنوان هذه البطولة يبدو أننا سنتجه نحو العنوان الأبرز، هي بطولة الطموحات وليست بطولة النجوم. بمعنى كل منتخب لديه طموح ولديه فلسفة في الوصول إلى الأدوار النهائية، وطريقة لعب وشكل وتكتيك ونجوم لديهم طموح للوصول إلى الأدوار النهائية، سيكون له الغلبة على أي منتخب ذو اسم كبير وينضم في صفوفه لاعبين كبار لكن لا يقدرون على الفوز وتحقيق أمال جماهيرهم في الوصول للأدوار التالية. هذه المباريات التي أقيمت اليوم تضرب المثل وتضرب الفكرة نفسها في حد ذاتها بالنسبة للمنتخبات الإفريقية في المباريات القادمة، أن الفريق الثالث المتأهل من دوري المجموعات ليس كما يظن البعض أنه الفريق الأضعف، فقد فاز اليوم الفريق الذي لعب بجد وباجتهاد وبتركيز من أجل الوصول للأدوار النهائية. مباراة المغرب وبنين فيها أمثلة وفيها تفاصيل وفيها دروس مستفادة، بالتأكيد النهاردة هنناقشها مع ضيوفنا، وهي مباراة أيضا السنغال وأوغندا مع ضيوفنا النهاردة كبار محللي قناة الأهلي وكان 2019 مصر، الكابتن فتحي مبروك والكابتن فتحي نصير والكابتن محمد حشيش. طبعا بطولة الأمم الإفريقية زي ما قلنا فيها دروس مستفادة كبيرة جدا وفيها تفاصيل مهمة، ويبدو أن القيادات المدربين الفرنساويين في كأس الأمم سيكون لهم الغلبة الأكبر خلال المرحلة القادمة، لأن النهاردة وإحنا بنشوف مباراة المغرب وبنين مباراة متكافئة ما بين كلا مديرين فنيين، فرنسي ميشيل دوسايه وهو صاحب تاريخ كبير في الكرة الإفريقية قدام أو أمام هيرفي نورار المدير الفني للمنتخب المغربي. أيضا هناك مدربين فرنسويين أخرى أو آخرين كانوا موجودين في هذه البطولة النهاردة مع المنتخب الأوغندي، كان موجود دي صابر بالتأكيد أدى مباراة كبيرة جدا مع المنتخب الأوغندي لكنه اصطدم بقوة المنتخب السنغالي الذي يتولى تدريبه المدرب الوطني اليو سي سي الذي كان متواجدا مع المنتخب السنغالي منذ عام 2014، وبالتالي 5 سنوات مع اليو سي سي يقود السنغال إلى الدور ربع النهائي والأدوار المتقدمة في البطولة الإفريقية. غدا هناك مباريات أخرى، مباريات